السلام عليكم إخوان الأعزاء ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الدرس الخامس من تقنية دابر. في الدرس الماضي تحدثنا عن عملية التحديث الـ Updating على الجدول في قاعدة البيانات، وإن شاء الله في هذا الدرس وهو الدرس الخامس سوف نتحدث عن عملية الديليت، حذف البيانات، حذف بيانات موجودة مسبقا في قاعدة البيانات. طيب، عندنا نحن هنا أنشأنا زر delete وسمينا الاسم البرمجي لهذا الزر هو btn delete، واسمه طبعا هو delete. نضغط مرتين على هذا الزر، عفوا، وبطبيعة الحال نحن نريد حذف سجل محدد، لأنه في أغلب الأحيان نحن نستخدم عملية الحذف لسجل محدد وليس لمجموعة سجلات أو لكافة السجلات. إن شاء الله في دروس أخرى سوف نتحدث عن عملية حذف أكثر من سجل بناء للشرط، ولكن الآن سوف نقوم بحذف سجل واحد فقط. بنفس الفكرة نحط الـ connection dot execute، بما أنه الـ delete أيضا هو يؤثر على قاعدة البيانات نستخدم، وهو من فصيلة جمل الاستعلام التنفيذية، ونضع الكوتيشن ونستخدم جملة الاستعلام delete المعهودة والمعروفة delete from الجدول employee بهذا الشكل، ومن ثم نضع الكريتيريا وهو ال ID. طبعا أنا حمرر هون البارامتر بشكل مباشر بالمرحلة الأولى. خلينا نحط الدولار ساين عندنا هون، ومن ثم بما انه هو انتجر فما في داعي نحط سنجل كوتيشنز، ومن ثم نفس الطريقه بالابديت، نفس الطريقه في الابديت السجل او الحقل عفوا او الصف الذي نقف عليه في الداتا جريد فيو بيحضر لنا قيمه الاي دي، وبناء على قيمه الاي دي سوف نقوم بحذف السجل المحدد. هنستخدم الdgvemployee.control الصف الحالي اللي نحن واقفين عليه دوت سيلز، وهو طبعا الاي دي موجود في الترتيب 0 كاندكس دوت فاليو بهذا الشكل. انتهت عمليه الديليت. ممكن نحن نعمل عمليه ريفرش، ناخذ هذه الاكواد ونعملها بيست عندنا هون، وبدل ابديت نحط ديليتد سكسسفولي بهذا الشكل. اذا ديليت فروم امبلوي، وحطينا الشرط، حقل الشرط هو اي دي، وقيمة الشرط الصف الذي سوف نحدده في ال داتا جريد فيو. إذا جينا عملنا هلا ستارت وحددنا مثلا الصف الرابع اللي هو يحمل رقم الاي دي 4 وقلنا له ديليت، سوف يقوم بحذف الصف رقم 4. ماشي الحال في هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية بالدايناميك كلاس، ممكن نحن نجي خلينا نعمل كوبي مثلا لهذا كنترول اكس مثلا، ونحط هون ات اي دي، وممكن نحط احنا هون عندنا انتجر نسميه مثلا اي دي انتجر دوت بارس، ونحط هون كنترول في دوت سترينج بهذا الشكل، ونستخدم الداينام كلاس اللي هو نيو، ونفتح الكيرلي براكت ونقول له الاي دي يساوي الاي دي بهذا الشكل، ونقول له ستارت. ومثلا نريد حذف السجل رقم 2 مثلا يحمل الرقم اي دي 2، ونقول له ديليت حيقوم بحذف السجل. هذا بالنسبة للديليت بكل بساطة. ان شاء الله في الدرس المقبل سوف يعني نتطور قليلا، حننتقل الى المرحله الثانيه وهي حنقوم بانشاء فولدر اسمه كنترولر، ونحط كل الاجراءات اللي بنتعامل فيها مع الجدول امبلوي نحطها داخل هذا الفولدر، ننشئ بداخله كلاس ونحط بقلبه كل هذه الاجراءات، ونعمل كولينج لهذه الاجراءات عندنا هون في الكلاس اللي له خصه بالفورم، صفحه الاكواد اللي لها خصه بالفورم. اتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.